السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل النهاردة فطار حلو للولاد. تخيلوا بقى ان ولادنا يصحوا ياكلوا حاجة حلوة على الفطار ومغذية جدا جدا جدا، يعني 100% غذاء، احسن من اي اكل تاني. هضيف لها حاجات بسيطة هتبقى احسن واحسن. انا هنا حطيت لها شوية من الجوز او الوالنات، ممكن احط شويه من اللوز اللي انا نقعاه اقشره بعد كده واقطعه واضيفه عليها، شويه من القرفه، اضيف لها شويه من العسل. يبقى كده وجبه 100% بودينج، بدون ما هعمله، بدون ما اسخن ولا اغلي ولا اطبخ ولا اي حاجه. رائعه رائعه، غذاء للولاد. هنستعمل فيها الحمص، هنستعمل الطحينه، كل حاجه، الكوكو باودر اللي هي الكاكاو الخام اللي ما فيهاش اي سكر، وحاجه من الاخر. بسم الله نبدا. يلا بسم الله. صحيح، نسيت اقول لكم، احنا ممكن كمان في الوصفه دي ازود تمر. انا حطيت تمرايه وانا بخلطها، دي اب تو يو، شوفوا بقى هتحبوا تزودوا ايه. كل حاجه بتزودوها بتزيد القيمه بتاعتها. دي بروتين، يعني حتى الناس اللي عامله كيتو دايت ات وركس جود. هنحتاج في الوصفه بتاعتنا الحمص، هحتاجه مسلوق، كوبايه كبيره من، ابدا بكوبايه كبيره من الحمص واجربها، بعد كده بقى لو تحبوا تزودوا تسودوا. احتاج الكريمه الحامضه، معلقه او معلقتين او اي كريمه عندكم. عسل، حوالي معلقتين من العسل، الهيفي كريم ده للتزيين ممكن اختياري، يعني مش عايز يزينها. زيت الجوز الهند او اي زيت جيد، اللي عنده مثلا زيت الافوكاتو ممكن يحط معلقتين من زيت الافوكاتو او زيت جوز الهند زي ما قلنا، ممكن زيت الزيتون الخفيف شويه. اوكي، هحتاج كمان طحينه، معلقتين من الطحينه، والكاكاو معلقتين كبار من الكاكاو اللي هي كاكاو المره اللي هي ما فيهاش اي سكر، وشويه من التلج عشان اطحن بيه الحمص. شوف هنعملها ازاي. هضيف بقى التلج شويه شويه واخلط لحد ما يديني قوام كده ناعم اللي احنا عاوزينه. بسم الله. لسه تاني محتاجه اخلط تاني. تقريبا كده اللي انا محتاجه القوام ده. ابدا بحط كل المكونات، احط الطحينه، احط الساور كريم، معلقتين من الساور كريم او اي كريمه عندكم متوفره. شوفوا القوام الحلو ده، دي هتطلع حمص تحفه. يعني لحد كده احنا ماشيين بنعمل حمص، وحمص حلو قوي. ده القوام الكريمي اللي انا عاوزاه. هضيف بقى شويه، انا نسيت شويه من الملح البسيط لازم احطه عشان يظبط الطعم، واحط بقى العسل دلوقتي، واحط بقيه المكونات، شويه من زيت الكوكونات، وبعد كده الكاكاو. المرحله دي بقى ممكن احط شويه من التمر اللي انا غسلاه، يعني تمرايه 3 تمرات بالكتير، يعني على الكميه اللي عندي ده انا مش محتاجه كتير. شويه بسيطه من العسل الاسود هيديني لون احلى والطعم يظبط لي الطعم. شوف القوام بتاعها كده رائع، بيرفكت. هحطها في التلاجة قبل ما اجهز الباقي. بقى عليها شويه من الكريمه اللي احنا خفقناها، طبعا دي اب تو يو، يعني ما عنديش وقت اعمل كريمه، ما فيش مشكله خالص. اوكي، ممكن ازود عليها شوية من العسل في الاخر. بسم الله. حط القرفة بقى، شوفوا بقى حاجات كتيرة ممكن تحطوها. انا بحب احط عليها ايه، مش هتصدقوا، هيل، ورقتين بقى من النعناع او الريحان معاها، تحفة. عادة الحاجات اللي فيها شوكولات بيحط معاها نعناع، ورق النعناع الطازة ده بنا خدت كل الفوائد اللي انا عاوزاها، حاجة مفيدة وجميلة. اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.